هي واحد الظاهره غريبه وما محموداش بهذا المعنى، واحد الظاهره اللي غريبه علينا وعلى التقاليد ديالنا وعلى المجتمع ديالنا وعلى الديانه ديالنا، وهي قمه ديال الخلاعه. وكيف ما كنقولوا ما خاصهاش تبقى، وكنتمنى بان هاد القنوات يضربوا كاملين، لان دخلت الرذيله ودخلت الفتنه للديور ديالنا بحجه التفتح وبحجه اننا معاصرين، ودخلت الداياته، لان ولينا كنشوفوا ازواج كيصوروا مع زوجاتهم كيقبل على راسه الداياته وكيقبل على راسه الفاحشه، لان ملايين ديال الناس كتشوف لك في مرتك وفي العرض ديالك بهذا المعنى، وكتلقاه فرحان بحجه انه منفتح وبانه معاصر وزوج ديال هذا الوقت. الا كانت العصرانه غادي تحيد لي الرجوله ديالي، مرحبا بالرجعيه والجيل القديم، ونبقى بلونوار بهذا المعنى، نبقى كلاسيكي ونبقى بالقيمه ديالي. هذا الشيء مرفوض، كل الرفض بالنسبه لاي مغربي حقيقي وراجل ديال بصح ما غاديش يبغي بحال هكا. وهو تاثير كيدمر اجيال، ماشي غير جيل، اجيال غادي تدمر، غادي كتاخذ من هاد الناس هادو. يعني الجيل غادي يحل عيني، غادي يلقى روتيني اليومي، غادي يلقى الخلاعه، غادي يلقى ماشي مشكل الراجل يتصور مع مرته مع بنته، غادي تجي عادي، يعني غادي تربى عليهم في الوقت اللي غادي تبغي تعطيه القاعده الصحيحه والمنهج الصحيح، غادي يرفضوا، غادي يقول لك انا حليت عيني في ناس متفتحين وناس واعيين احسن منك، انت اذا باقي قديم. هذا الشيء كيدمر البيوت، وسبب طلاق ديال بزاف ديال الناس، ودخل الداياته للبيوت بطريقه غير مباشره. في الحقيقه الظاهره ولات شويه مخجله، لان الناس اللي كبار في السن ربما واخا شافوا هذوك الصور الفاضحه يقدر، لانه عنده واحد الوعي كيستوعبها وكيتحملها، ولكن المشكل فين تيبقى هو بالنسبه للابناء ديالنا. الابناء ديالنا السن ديالهم صغير، تنخافوا عليهم، لان الدري ملي غايشوف هذيك الصور غتولي تجيه عاديه، الوغ كو هي راه ماشي عاديه، هي مخله للحشمه، مخله للقيم الدينيه ديالنا حنايا. الحل هذا المشكل هو انه كنتمنى ان المسؤولين يحاولوا يسنوا واحد القانون اللي يجرم هذوك الصور، ويحاولوا ما يخليوهاش تنشر باش المجتمع ديالنا ما يتاذاش بها، لانها في حقيقه مضره بنا اشد الضرر. اولا الشباب تحكمت عندنا الظروف اننا نهضروا في هذه المسائل صحفيا، ما هي نورمالمون ما خصهاش تكون كاع المواضيع كاع ما خصهاش كاع تجبد، لانه حنا مسلمين اول حاجه. ثاني حاجه ملي ما تفرض عندنا هذا الشيء وخصنا نهضروا فيه، فهو ده عار عندنا ولا عندنا في المجتمع المغربي اننا نشوفوا. كنا كنقولوا على الاقل بنات الديور، ملي اش كنشوفوا دابا بنات الديور، اش كنعنيو بنات الديور؟ بنت كتعيش في الدار، كنقولوا حنا الحرفه ديالها مثلا مربيه الاولاد، زعما حرفه شريفه مريحه ما كتخرج، ما كنعنيش لان اللي كيخرجوا راه ناس ما متواضعينش ولا ناس خدامين خدمه اللي ماشي شريفه. اي من حقها تخدم، المراه من حقها كل شيء فيما جات، وانما ديما حنا كنعطيو ديك اللي جالسه في دارها وديك اللي واخده الحشمه ديالها اكثر حياء من 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 من, 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 من الاخر. ملي نشوفهم هذوك اللي كيسدوا حيوطهم وكيديروا بحال ديك المسائل، زعما لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى في المحاربه ديال هذا الشيء، ماشي انت ماشي انا ماشي الدوله لي طب بصفه عامه، الناس تعاون على هاد الناس هادو، ويمكن انا في النظر ديالي دوزوتها قضائيا.